مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله نكون بخير. معكم امين. احد اكثر الاسئله اللي بنسالها هو انا حابب ادرس بتركيا، شو الخطوات اللي لازم اعملها؟ لذلك فيديو اليوم راح نحكي عن هالموضوع ونحاول نغطيه من كل الجوانب بحيث نقدر نفيد كل الطلاب. الموضوع باختصار شديد هو انت طالب موجود خارج تركيا وحابب تدرس بتركيا، فانت امام خيارين. الخيار الاول انك تدرس بجامعه حكوميه، وهذا الخيار للامانه هو الخيار الاصعب، هو الخيار اللي بده جهد ووقت اكثر لسبب بسيط، اللي هو انت حتى تحجز مقعد في جامعه حكوميه لازم تعرف انك عم تنافس الاف الطلاب للحصول على هذا المقعد، ونحن كلنا بنعرف انه المقاعد المخصصه للطلاب الاجانب بتكون محدوده مع الاسف، والمقاعد محدده لكل الجنسيات بغض النظر عن جنسيه الطالب الا ببعض الاستثناءات. بمعنى اخر انت عم تنافس الطلاب من مختلف الجنسيات، سواء كانت جنسيه كازاخستانيه او المانيه او ايرانيه للحصول على هذا المقعد. طيب هلا اكيد عم تسال حالك، انا بدي احصل على مقعد بجامعة حكومية، كيف بدي احجزه وانت عم تخبرني انه في تنافس شديد على المقاعد؟ الحل هو اما يكون معك شهادة يوس او يكون معك شهادة سات، طبعا حسب وضعك باللغة الانجليزية. بطبيعة الحال بفرض انك قررت تدرس يوس وهو الطريق الاسهل بالنسبة لمعظم الطلاب، فانت امام خيارين، اما انك تدرس يوس في تركيا، ونحن بمركز الخوارزمي في كورسات يوس راح تبدا بعد رمضان ان شاء الله، وحتى تسجل بواحد من هالكورسات اللي راح تبدا بعد رمضان ما عليه غير انه تتواصل معنا على الارقام اللي ظاهره وتبعث لنا اسمك ودوامنا مثل ما قلنا راح يبدا بعد رمضان. اكيد لازم نعرف انه مده الكورسات 7 اشهر، بنهايه ال7 اشهر بتكون جاهز لتقديم امتحان اليوس. هذا في حال قررت انك تجي تدرس بتركيا، في حال كان وضعك ما بيسمح لك تجي على تركيا فينك تقدم اليوس ببلدك، لانه في اغلب البلدان فيها 3 او 4 امتحانات يوس، يعني على سبيل المثال بالمملكه العربيه السعوديه في 5 او 6 جامعات بتعمل امتحان يوس. ولتعرف اكثر عن الموضوع فينك تدخل على موقعنا اللي حطينا لكم الرابط طبعه بصندوق الوصف. طيب كيف بدك تحضر اليوس من بلدك اذا ما قدرت تجي على تركيا؟ كمان عن طريق مركزنا، لانه فينك تسجل بكورس يوس اونلاين والنتائج نفسها سواء درست بالمركز او عن بعد اونلاين، لان احنا راح نبعث لك الكتب ونعطيك رابط لكل درس من دروس اونلاين وتتابع معنا مثلك مثل اي طالب موجود. الفرق الوحيد انه الطالب الموجود بتركيا وباسطنبول عنده خيارات واسعه بتقديم الامتحانات، يعني فينه يقدم 10 او 20 امتحان، اما اللي موجود خارج تركيا فخياراته محدودة وأقل للأسف. طيب في طلاب انقبلت بجامعات بدون يوس أو سات؟ اي في، وهذا اللي صار مع بعض الطلاب اللي كانوا بمركزنا لسبب بسيط، هو انه في بعض الجامعات ما بتحط شرط اليوس او السات تقديم، بس تطلب فقط شهادة الثانوية. بس من ناحية تاني فينك تتخيل عدد الطلاب اللي راح يقدموا على هالجامعات بدون سات او يوس. طبعا سبق وحكينا باكثر من فيديو انه الجامعة حتى لو بتقبل بدون يوس او سات هي راح تعطي الافضلية للطلاب الحاملين وحدة من هالشهادتين. لذلك بكل بساطة حتى ما تحط نفسك بموقف تعتمد فيه على الحظ، ادرس يوس او سات حتى وقت التقديم على الجامعة يكون تقديمك بشكل قوي. هلأ في شغلة صغيرة لازم ننوه عليها، انه في بعض الجامعات بتفتح مفاضلة تاني وتالتي بدون ما تطلب شهادة يوس او سات، بالرغم انه المفاضلة الاولى لهالجامعة طلبت فيها يوس او سات. فانت كطالب ما عندك وحدة من هالشهادتين، المطلوب منك انك تتابع الموضوع خطوة خطوة، تتابع قرارات الجامعة والشواغر اللي ممكن انها تعلن عنها. يعني على سبيل المثال جامعة بوزوك هذا العام اعلنت عن شواغر متاحة للتسجيل بالفصل الثاني من السنة. طيب كيف فريق المركز فيه يساعدك بهالموضوع؟ بكل بساطة في حال كان بدك تسجل بجامعة حكومية بس بعث لنا اوراق خلال الشهر القادم، ونحن بننظم هالاوراق بنترجم وبنوتر ونعطيك ملاحظات في حال كانت الشهادة بدها تصديق او تعديل، ونزبط لك اياها بملف وبنقدم لك اياه للجامعة. هلا بنرجع لخيارات الدراسة بتركيا، بعد ما حكينا عن خيار الدراسة بالجامعات الحكومية، هلا راح نحكي عن خيار الدراسة بالجامعات الخاصة اللي هي وضعها اسهل بكثير من الجامعات الحكومية، شرطها الوحيد هو اتقان اللغة اللي بتدرس فيها الجامعة، يعني حتى تدرس بجامعة بتدرس باللغة الانجليزية اكيد لازم تكون متقن للغة الانجليزية، وكذلك الامر بالنسبة للجامعة اللي بتدرس باللغة التركية. بالنسبة للرسوم السنوية لهالجامعات بتتفاوت بين 2000 دولار و25 ألف دولار حسب الاختصاص اللي بدك اياه وحسب الجامعة. هلا في حال حابب تدرس وبهدي من هالجامعات الخاصة كمان بعت لنا اوراقك وشو الاختصاص اللي حابب تدرسه، ونحن بنعت لك الاختصاص وين موجود باي جامعة وبنعطيك الاسعار. في حال قررت انك تسجل نحن بنسجل لك وبتاخذ القبول خلال 10 ايام، بنستقبلك من المطار وبنأمن لك السكن وبنكفي تسجيل الجامعة وبنضل معك للتخرج ان شاء الله. هذا كان كل شيء معنا اليوم بخصوص خيار الدراسة بتركيا. في حال في تساؤل ما قدرتوا تاخذوا اجابته من هالفيديو او اي تساؤل بخص موضوع الدراسة بتركيا، تواصلوا معنا على الارقام والايميلات اللي ظاهرة امامكم على الشاشة. مع تمنياتنا نحن فريق مركز الخوارزمي لكل الطلاب بدوام التفوق والنجاح، ويعطيكم العافية.